اسماعيل بن ناصر القام الثاني رياض محرز وجول 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 إيريان إيريان جول رياض حطها في الجول يا سلام يا رياض استلمها رقم برامج وحطها في الجول يا رياض جول جول الثاني للمنتخب الجزائري يا سلام يا له من رياض ويا له من استلام يا له من مراوغة يا له من تسديد وجول قلنا ترى يدخل يا ترى يلعب على الجهة اليسرى هاي كرة صعبة خطيرة رأيت يدغت بغداد مازالهم داخلين شوف شوف وضعيتهم شوف ثلاثة أربعة خمسة عين بعيدة تماما وضعية تسلل نعم خلي الكرة خلي الكرة يا بغداد الجهة اليسرى عن طريق اللاعب سيلا هاي كرة صعبة خطيرة أرضية اسماعيل بن ناصر يستلم الكرة اسماعيل واو والتغطية الدفاعية يا مرة ثانية من هنالك الكرة البعيدة يا رئيس يا رئيس يلتقطها بغداد وبغداد وبغداد ورياض وغول أمر لابل هو يا ترى يلعب بينية وعدلان عدلان ورئيس يدك وراك وبعدك ضربة في يدك الكرة بعيدة يا عطال ورئيس تتفوق على عطال يخرج لك رئيس تتفوق على رئيس يخرج لك جمال تتفوق على جمال يتفيق روح بغداد روح بغداد روح بغداد والتغطية الدفاعية غينية من هنالك على الجهة اليسرى توزيع في القائمة الثاني وبن سبعيني